نشوف أسئلة اللي احنا قلناه امبارح. احنا اولاد امبارح كنا اتكلمنا ازاي نقدر نحسب المالتيبليكيشن للديسيمال باي الديسيمال. دخلنا في اخر الحصه امبارح فيها، وافكركم اولا الحل خطوتين اتنين. اول خطوه ان انت بتعمل نيجليكت ذا ديسيمال بوينت. نيجليكت ذا ديسيمال، كلمه نيجليكت يعني يتجاهل، تعمل نفسك مش شايفها، تعمل نفسك مش شايف الديسيمال بوينت، وبعدين بتنفذ المالتيبليكيشن عادي، وبعدين بتحسب النمبر اوف ديسيمال بليسز ومن خلاله بتحط الديسيمال بوينت. يعني على سبيل المثال عشان افكر بس الناس، قبل ما امسك مساله واحلها بالتفصيل هقول حاجه مهمه برضو، عشان في ناس سالتني في اخر. سبيل المثال انت عندك هنا انتجر، يعني مفيش، يعني النمبر اوف ديسيمال بليسز زيرو، وعندك هنا 3 ديسيمال بليسز، يبقى حضرتك هتعمل ال 3 ملتبلاي النمبر ده، ال 3 دي ملتبلاي النمبر ده، وتحط الديسيمال بوينت بعد ايه؟ بعد 3 ديسيمال بليسز، عشان عندك هنا 3. هنا عندك 3 ديسيمال وهنا عندك 1 ديسيمال، يبقى حضرتك لما تنفذ الملتبليكيشن العادي هتحط الديسيمال بوينت بعد 4 ديسيمال بليسز. تعال الملتبليكيشن العادي اللي هو بتاع 75 باي 36، وبعدين تكتب البرودكت وتحط الديسيمال بوينت بعد 4 ديسيمال بليسز، واتفقنا ان احنا بنعد من الايه؟ من اليمين عشان احط الديسيمال. برضو هنا عندي 3 ديسيمالز وهنا 1 ديسيمال، يبقى عندي كام ديسيمال؟ عندي 4 ديسيمال. تمام؟ هفتح المايك واسال الناس. في ولد داخل باسم اخته او مامته، ما يبقاش فيها احراج لما اساله، لان انا عايز اسال. عمر خالد. ايوه يا عمر. ايوه حبيبي. عمر اديتك المايك يا عمر. يوسف اسامه. يوسف. لا أنا يوسف. ماشي يا حبيبي. أنت فهمت اللي أنا قلته دلوقتي؟ أيوه فهمت. طب أنا عايز هسألك وتقول لي بعد كل اللي عايزك تقوله لي، تقول لي الديسيمال بوينت بعد كام ديسيمال بس، ماشي يا حبيبي؟ بعد 4. اللي شاور لك عليها، اللي شاور لك عليها. دي هتبقى بعد كام؟ أني واحد. اللي أنا لونتها بالأصفر. 3 ديسيمال بعد 3 ديسيمال بوينت. طب برافو عليك. إيه في المايك بتاعك؟ مصطفى عمرو. أنا مش بص يا حبيبي، بص هنا هتحط الديسيمال بوينت بعد ما تنفذ المالتيبليكيشن، هتحط الديسيمال بوينت بعد كام ديسيمال بليس؟ بعد كام بليس؟ 4. بعد 4. برافو عليك. ايه في المايك بتاعك؟ نعم ياسين تامر. يوسف. يوسف تامر، معلش قول يا يوسف. يوسف. نعم يا مستر، اقول لك ايه. يا حبيبي انت صوتك واطي جدا يا يوسف. هنا يا ماشي يوسف مستر. بعد ما تنفذ المالتيبليكيشن يا حبيبي هتحط الديسيمال بوينت بعد كام بليس؟ 2. بعد 2 بليسز. برافو عليك. محمود ضياء. نعم يا مستر. انعم الله عليك يا جميل. هتحط الديسيمال بوينت بعد كام ديسيمال هنا؟ 2. 2؟ بجد؟ انا مش فاهم بتاع دي انت ايه ان انا احط بعد انا كده. بتكلم في نمبر دي، همسحها لك يا حبيبي، هو التظليل مش بيضيع بس همسحها لك. انا بتكلم في نمبر دي، ده دي بس انا اقصد احنا بنعمل انا اعرف
مش فاهم هنعرف كام، يعني هنعرف نعمل ايه؟ طب خليك معايا، خليك معايا، انت عندك هنا كام ديسيمال بليس؟ اوان وعندك هنا كام؟ 3 والله العظيم كام ديسيمال بليس هنا؟ 2 فور. ايه يا حبيب قلبي؟ كام ديسيمال، كام ديجيت في الديسيمال بارت للنمبر؟ عندك هنا كام ديسيمال؟ اللي على يمين الديسيمال بوينت كام؟ بليسز. عندك ايه بابا؟ 2 ديسيمال بليسز اللي انا لونتهم بالاصفر دول، وهناك 1 ديسيمال بليس. طب 2 بلس 1 يبقى كام يا حبيبي؟ 2 بلس 3 يبقى هيبقى عندك 3 ديسيمال بليسز. هيبقى عندك ايه يا بابا؟ 3 ديسيمال بليسز. هتنفذ المالتيبليكيشن عادي ل 37 باي 12، 37 هتعمل ان مفيش بقى ديسيمال بوينت. اول حاجه بشتغل على اساس ان هم انتجر، برمي الديسيمال بوينت دي في الباسكت. شفت الباسكت اللي بترمي فيه وتتعامل بقى مع النمبرز، هيبقى عندك 37 و12، هتعمل لهم ملتبلاي وبعدين تحط الديسيمال بوينت، هيبقى بعد 3 ديجيت 3 ديسيمالز. ايه فهمت يا مستر؟ ايه؟ ماشي. فهمت حبيبي؟ اه فهمت. طيب مالك الأمير، قول يا مالك. أنا مالك. أيوة يا حبيبي، أيوة يا حبيبي. بص يا بابا، أنت عندك هنا 0.24، هنا 1.25، عايز تعمل لهم مالتيبليكيشن. لما تنفذ المالتيبليكيشن هتحط الديسيمال بوينت بعد كام بعد كام ديجيت يا بابا؟ 4. بعد 4، برافو عليك، لأن أنا عندي هنا 2 وعندي هنا 2، هيبقى عندي 4. تمام خلاص كده، هو ده، هي دي المعلومه الوحيده الجديده في الدرس. انما المالتيبليكيشن ل 2 ديجيت نمبر باي 2 ديجيت باي 2 ديجيت و 2 ديجيت باي 3 ديجيت و 2 ديجيت باي 4 ديجيت خدته في سنه ثانيه، في سنه ثالثه. يعني دي المعلومه الوحيده الجديده. تعالوا بقى ننفذ. انا هحل اول واحده، هعمل نجليكت للديسيمال بوينت، هبقى عندي 12 باي 3، 12 باي 3 لما احسبها هتبقى 36. ماشي، المكان مزنوق سهل. خد، هيبقى عندي 3 ديسيمال بليسز، بس انا عندي 2 ديجيتس، عندي 2 ديجيتس، يبقى انا عايز احط ديجيت ثالثه، احطها هنا، احط الزيرو هنا والديسيمال بوينت تتحط هنا. ماشي يا حبايبي؟ طيب لو واحد كتب لي هنا زيرو اهلا وسهلا، ما كتبش اهلا وسهلا مش فارقه. تعالوا نشوف دي 7 ملتبلاي 625 ملتبلاي باي 7. اول حاجه هشتغل على اساس ان هم انتجرز، ماليش دعوه بالديسيمال بوينت دلوقتي، ونفذ المالتيبليكيشن. 7 باي 5 ايكوال 35، هنعمل ال 5 وكاري اب 3. 7 باي 2 ايكوال 14 بلس 3 ايكوال 17، 7 كاري اب 1. 7 باي 6 ايكوال 42، 42 بلس 1 يبقى 43. عندك كام ديسيمال؟ عندك 3 ديسيمالز، هنا عندك 3 ديسيمالز، وهنا 1 ديسيمال، يبقى عندك 4 ديسيمالز. يبقى حضرتك هتكتب البرودكت اللي طلع لك اللي هو 4375، وتحط الديسيمال بوينت وانت جاي من اليمين يا بابا، بتعد من اليمين. يبقى ادي الفيرست بليس، السكند، الثيرد، الفورث، حط الديسيمال بوينت هنا بقى. طب ما فيش حاجه يا مستر باقيه في النمبر، خلاص يا حبيبي حط زيرو، يعتبر ان هنعتبر اثر، خلاص يعتبره كان موجود. طيب هفتح المايك للناس عشان تجاوب. قولي يا سي، اجاوب دي ازاي يا حبيبي؟ الو، اجاوب دي ازاي يا حبيبي؟
جاوب ازاي؟ ايوه نمبر سي دي اجاوبها ازاي؟ نمبر سي هنقوم عاملينها كأن ما فيش بوينت، بعدين نعمل لهم يبقى the first step is neglect the decimal point. Neglect the decimal point and find the product. يبقى 72 by كم يا بابا؟ by 9. احسب يا حبيبي. 9 by 2 equal 18. ال 18 بتتكتب كده تمام، يبقى هنكتب ال 8 وكاري اب 1. كمل يا حبيبي. 9 by 7 لحظة. بس 1 64 هنكتب 64 بعدين بعدين نحط بعد 6 بعد 6 احنا قلت لك بنيجي برافو عليك بنيجي من اليمين هيبقى عندي 1 ديسيمال و1 ديسيمال يبقى 2 ديسيمالز يبقى ادي الفيرست وادي السكند ونحط الديسيمال وين يبقى الانسر هي 6.48 مصطفى عم يا ريت يا جماعه الناس اللي رافعه ايديها دي كلها تنزل ايديها الا في حاله واحده انك تكون مش فاهم الا انك تكون مش فاهم انا قلت ما فيش حاجه اسمها ارفع ايدي عشان اجاوب لان انا بختار عشوائي عشان اشرك اكبر عدد ممكن ما هوش بالمزاج يعني الاجابه مش بالمزاج لانكم كلكم هتتسالوا انا بقى عشان انا فتحت أيوة. مصطفى عمرو دلوقتي ايوه مصطفى هننفذ دي ازاي يا حبيبي دي نمبر دي شويه صارت معايا احسب لا يا حبيبي قول فكر مع بعض انت هتحسبها ازاي نفكر مع بعض ايه اول خطوه اول خطوه 7 باي 2 7 قلت لك اول خطوه نيجليكت ذا ديسيمال بوينت نيجليكت ذا ديسيمال بوينت نيجليكت يعني اتجاهل ماشي يا حبيبي تجاهل الديسيمال بوينت عارف لما واحد من زمايلك يبقى مش بيطيقك ويشوفك وما يسلمش عليك هنقول ان هو تجاهلك انا برضو عايزك تعمل كده مع الديسيمال بوينت تجاهل الديسيمال بوينت اعتبرها مش موجوده اعتبرها مش موجوده يبقى النمبرز اللي عندنا ايه ودي 12 باي 37 ودي اطلع احسبها بره في الهامش طبعا زميلك اللي بيعمل كده ده يبقى تصرف مش كويس منه خدوا بقى معلومه تعرفوا في حياتكم وعند ربنا سلام في الحريم بيقول بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم في 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 ميزان سيئاته والشر اللي هو عليه ان هو يتعامل باحتقار مع كل مسلم ماشي حبايبي يعني الاصل ان احنا نتواضع ونتعامل بلين وادب مع الناس كلها ورفق حلو الكلام الرسول عليه السلام نفسه الرسول عليه السلام اللي هو اعظم الخلق كان في الحرم المكي هنا في واحد اصطدم بيه وغلط في تجاوز في حقه فسيدنا عمر كان واقف وعايز يضرب الراجل ده
الكعبة كمان. فالرسول عليه السلام قال له دعه يا عمر، والرسول عليه السلام قال للراجل ده، قال له ايه الراجل ده؟ لا، سمع سيدنا عمر يعني بيقول له يعني انا عايز ادبه يا رسول الله. فالراجل ما كانش يعرف ان ده رسول، ما كانش ايامهم تلفزيون ولا سوشيال ميديا زي الايام دي. فالمهم الراجل ده اغمى عليه لما سمع كلمه رسول الله، لانه ما كانش يعرف ان ده رسول وهو تجاوز فيه وغلط. فالرسول عليه السلام ده قال له الكلمه اللي انا بحكي القصه دي عشانها، قال له ايه؟ قال له انما انا كانت تاكل، فانما انا ابن امراه كانت تاكل القضيب في مكه. ايه هو القضيب؟ القضيب ده اللي هو العيش المحروق. يعني الرسول عليه السلام اللي هو خير البشر كان بيتواضع وبيحاول يبسط نفسه عند الراجل اللي تعظيمه للرسول عليه الصلاه والسلام وتعظيمه لقدره خلاه يغمى عليه. كمل يا حبيبي. بلس ماشي تمام. بلس نعمل ايه بقى؟ اهو بلس 0 4 7 1 equal 7. يبقى مصطفى يا ولاد، مصطفى يا حبايبي، وزع ال 2 على ال 2 ديجيتس دول، وبعدين هوزع ال 1 على ال 2 ديجيتس دول 1 باي 7. وطبعا ال 1 ده في التنس بليس، يعني 10، يعني لازم احط 0. 1 باي 7 equal 7، 1 باي 3 equal 3. كم؟ 7 بلس 4 يكون 4 بلس 0 يكون 4 7 يكون 14 4 وكاري اب 1 ال 1 ده يجي على 3 خليها 4. صح ولا لا؟ صح. يبقى 444 دي نمبر دي، صح؟ هنكتب 0.444 تمام. وانا عندي 3 ديس والزيرو هنا. تمام يا حبيبي تمام. ايه في المايك بتاعك؟ حمزة جود، قول يا حمزة. ايه يا مستر؟ قول يا حبيبي. عايزينك تنفذ دي. ماشي يا مستر. 1.25 باي 0.24 او 24. يا حبيبي نفذها ازاي؟ هتعامل معاها على انها ايه؟ الأول هشيل البوينت. هتبقى 125 by 24. أي 5 by 4 equal 20 4 by 2 equal 8 plus 2 equal 10 0 and carry up 1 4 by 1 equal 4 plus 1 equal 5. كم؟ برافو عليك. كم؟ حط تحت 0 2 by 5 equal 2 by 5 equal 10 0 and carry up 1 2 by 2 equal 4 plus 1 equal 5 2 by 1 equal 2 0 plus 0 equal 0. ماشي يا حبيبي. معروف ان 500 و500 1000 وخلاص، 1000 مع 2000 يبقوا 3000. تمام يا حبيبي؟ ماشي يا مستر. 3000. تعالى بقى نرجع للديسيمال بوينت نحطها ازاي. 3000 بعد 4 ديجيتس. بعد 4 ديجيت، برافو عليك. هتبقى انا عندي 2 هتبقى 0.33000.
تمام يا حلو، تمام. على فكرة، على فكرة ممكن أبسطها خالص وأخليها كده، أشيل الزيروز دي. ليه بقى؟ ليه بقى؟ تعالى كده أقنعكم بالمعلومة دي. بص يا بابا، هو النمبر ده، هو النمبر ده، هو النمبر ده، عارف ليه؟ واحدة واحدة عشان تبقى فاهم كل حاجة جت منين. دي 3 tenses يعني 3 over 10، تمام. تعالى هنا دي 30 hundreds يعني 30 over 100. أما تكنسل الزيرو مع الزيرو هيبقى عندك 3 over كام؟ over 10 اللي هي في الأول، صح ولا لأ؟ تعالى هنا هيبقى 300 over 1000. كنسل 2 zeros هيتفضل 3 over 10 اللي هي برضو الفراكشن اللي في الأول، صح ولا لأ؟ ده 3000 over كام بقى؟ هيبقى عندك 4 zeros 1 2 3 4 1. ايه اللي بيعرفني الدينومينيتور؟ ايه اللي بيعرفني الدينومينيتور؟ لو انت عندك 1 ديسيمال بليس يبقى الدينومينيتور بتاعك 10، عندك 2 ديسيمال بليسز يبقى الدينومينيتور بتاعك 100. ليه؟ عدد زي عدد الزيروهات، مش ال 10 فيها 0 1؟ يبقى لما تلاقي 1 ديسيمال اعرف ان الدينومينيتور النمبر اللي فيه 0 1 اللي هو ال 10. طب لو لقيت 2 ديسيمال اعرف ان الدينومينيتورز فيه 2 زيروز اللي هو ال 100. لقيت 3 ديسيمال اعرف ان الدينومينيتور، معلش 3 ديسيمال زي النمبر ده كده، اعرف ان الدينومينيتور فيه 3 زيروز اللي هو ال 1000. طب في 3 خلاص، يبقى ده كام ديسيمال هنا؟ هنا 4 ديسيمال، صح؟ يبقى الدينومينيتور فيه 4 زيروز اللي هي 10000. كنسل الزيرو مع الزيرو، الزيرو مع الزيرو، الزيرو مع الزيرو، يفضل لك ايه يا بابا؟ 3 اوفر 10 برضه. يبقى تعالى بقى ليتس سيت ا رول. حبيب لما يبقى عندك انتجر نمبر وتقعد تزود زيروز تو ذا ليفت، بنقول ان الزيرو تو ذا ليفت هاز نو فاليو. يبقى ان انتجر نمبر ان اختصار للنمبر زيرو او زيروز كذا زيرو يعني زيروز تو ذا ليفت هاز نو فاليو. تمام؟ يعني ده هو هو ده. الزيروز اللي تو ذا ليفت دول مالهمش لازمة. In decimals zeros to the right، بس هنا بقى to the right has no value يعني ما بيغيروش الفاليو، مش بيغيروا بس يبقوا زيروز بس، مش زيروز ونمبر تاني. يعني ده هو هو ده هو هو ده. حط بقى زيروات زي ما انت عايز، ما يجيش بقى واحد يكتب لي 2 هنا غلط، يبقى انت كده القاعده بتاعتك مش متحققه. انا بتكلم زيروز تو ذا رايت، بقول زيروز بس مش بتكلم في ديجيتس الثانيه. ايوه يا احمد، عايز تقول ايه يا حبيبي؟ مستر، عارف يا مستر السؤال اللي حمزه حله يا مستر؟ اه يا حبيبي، ماله؟ ما كانش محتاج تعمله فيه المالتبلاي. مش طب دي يا يا حبيبي، مستر 1 2 مش دي يا مستر 1 2 5؟ ولما اه احنا يا قلنا حبيبي، قلنا 1 2 5 by 8 equal 1000. انا فهمت انت عايز تقول، هتقول لي 24 دي 8 by 3
يعني تعمل سبليت للنمبر. تمام يا حبيبي، برافو عليك. كنت عايز تقول كده صح؟ تمام. ده بيبقى حل كرياتيف بقى وحل ابداعي من واحد، مش شرط ان هو يكون جه في دماغ الكل، انما انا بتكلم في الجنرال ايديا او الرول اللي تصلح مع جميع الارقام بغض النظر عن ايه، عن حل. بس طبعا ملحوظتك جميله وفي محلها. فاهم؟ بس زميلك اولاد قال ايه؟ قال بقى هي 125/24. قال انا هجزأ ال 24 دي اخليها 8/3. ده يزعلكوا في حاجه؟ ما يزعلش. 125 هتنزل زي ما هي. مش احنا قلنا في الفيموس فراكشن ان ال 1 اوفر 8 هو 0125؟ صح؟ ليه؟ كان السبب ان ال 8، كان السبب ان ال 8 بقى ال 125 انها كانت بتدي 1000، صح؟ خلاص، يبقى انت هتشيل ال 1، ال 125 باي 8 تعتبرها 1000/3. تمام يا حبيبي، اللي هي 3000. يبقى هو عمل حاجه اسمها ديكومبوزنج. ديكومبوز يعني يحلل، تحليل والتركيب، ان انت تمسك النمبر وتجزئه وتجمع ارقام مع بعض. ماشي يا حبيبي، ماشي، برافو عليك، ملحوظه جميله من طالب جميل زيك. الناس اللي رفع ايديها دي يعني عايزه تقول حاجه، مش فاهم حاجه؟ محمود ضياء. ايوه محمود، عايز تقول ايه يا حبيبي؟ محمود مش فاهمها، بس مش في الدرس ده، في درس تاني. حاجه مش فاهمها بس، حاجه مش فاهمها بس في درس تاني. طب ابقى ابعتها لي على الواتس يا حبيبي عشان ابقى اقولها في اول الحصه الجايه، او لو هي بسيطه ومش محتاجه اقولها لك على الواتس. ماشي. قفل المايك يا مستر. مستر مستر اقفل يا حبيبي المايك، اقفل المايك. قول يا محمد ياسر، عايز تقول ايه؟ مستر انا عارف امبارح ولا قبل امبارح شويه ناس ولا كلهم جابوا كتب المدرسه، فما انتوا بتحلوا انا بكتب الاجابات في الكتاب عندي. طب يا حبيبي ماشي ماشي، انا بتكلم بس في اللي مش فاهم حاجه. اي حاجه اداريه انا ماليش دعوه بيها يا حبيبي، الله يرضى عليك. انت محمد اول سنه ليك معايا معايا صح؟ ما درستلكش قبل كده صح؟ لا، هو انا الاسم مش غريب. انت محمد ياسر عباس يا محمد؟ وراح فين؟ انا فتحت لك المايك تاني يا محمد. لا يا مستر، انت كنت المستر بتاع في سنه ثالثه. انت محمد ياسر عباس؟ اه تمام يا حبيبي، تمام ماشي يا بابا. قول يا فهد. قول يا حبيب قلبي، عايزك تجاوب نمبر اف. طيب 0.36 times 0.75 انا عامل لهم تايم. يعني مين اللي هعمل لهم تايم؟ كام باي كام؟ 0.36 و 0.75. يعني انا هعمل لهم مالتيبليكيشن وهم كده بالوضع اللي هم عليه ده؟ لا. امال بنعمل ايه؟ هنحطهم في بعض ونعم بالله. بس انا عايزك تقول الكلمه اللي انا بقولها، في جمله بقولها كده قبل ما ده انا في جمله حكيت عليها قصه. نجلكت ذا ديسيمال بوينت يا بابا، تعمل ايه؟ نجلكت اصلا يا مستر لسه حاضر الحصه دلوقتي. طب يا حبيبي، طيب ما انا بقول لك، انا قلت على كلمه نجلكت دي قصه. نجلكت ذا ديسيمال بوينت،
اول حاجه بتعملها ان انت تتجاهل الديسيمال بوينت، اعتبر الديسيمال بوينت مش موجوده يا فهد. هيبقى النمبرز اللي عندك مين يا حبيبي؟ قول يا بابا. طيب مين النمبرز اللي هيفضلوا لك بعد ما تتجاهل الديسيمال وتعتبرها مش موجوده؟ السلام عليكم. اللي هو 36 و75. تمام يا حبيبي تمام، بس يفضل ان انا اكتب السمولر نمبر تحت، يفضل، وبالذات لو هو ليه ديفرنت نمبر اوف ديجيتس. ماشي يا حبيبي كمل يلا. انا معاك اهو. اوكي انا الفاضي ده احسن. 6 times 6 times 5 equals 30. هنحط 0 carry up 1 على 7. 1 1 1 دي يعني قدر ومكتوب علينا ولا ايه؟ انا طلع لي 30 0 carry up 3. كمل يا حبيبي. 6 times 7 equals 42. وانا هنزود عليها ال 3 plus 3 هتبقى 45. هنحط بقى 0 تحت، حط 0 تحت و 3 times 5 equals 15 و carry up 1 على 7. أيوة. وهنحط 3 times 7 equals 21 وهتبقى 22. كمل يا حبيبي. هنعمل لهم بلس 0 بلس 0 يكون 0 5 بلس 5 يكون 10 0 كري اب 1 على 4 5 بلس 2 يكون 7 ونحط الطول واحدة وخلاص. اسألك سؤال معلش، انت ليك حد من اخواته وشغال برضه شرح اونلاين دلوقتي؟ اصل انا سامع شرح اونلاين وانا وانت بتجاوب. ايوه تمام ماشي يا حبيبي. طيب تعالى كده نيجي لنكتب البرودكت. انت لسه ما انت لسه معايا ولا قفلت؟ ايوه لسه معاك. طيب يا حبيبي يبقى 2700. هنحط الديسمال بوينت بعد كام ديجيت يا حبيبي؟ هنحطه بعد 2 ديجيت. بعد 2 ديجيت. 2 ديجيت؟ لا انا عندي هنا كام ديجيت؟ كام ديسمال هنا؟ 2. وعندي هنا كام؟ 2. اللي بعمله يا حبيبي ان انا بعمل بلس 2 بلس 2 يبقى 4. يبقى انت هيبقى عندك 4 ديسيمالز. عندك 4 ايه؟ ديسيمالز. تتحط فين بقى لما تختار 4 ديسيمال؟ حط جنب ال 2. اه جنب ال 2. برافو عليك، لان انا باجي من ناحيه اليمين وانا بحدد الايه؟ الديسيمال بوينت. واحط ايه هنا؟ ممكن اسيبها فاضيه وممكن احط 0 صح؟ طالما ما فيش انتجر نمبر اعتبره ايه؟ اعتبر الانتجر نمبر اللي موجود هنا 0. قفل المايك. ايه في المايك يا حبيبي؟ ايه في المايك؟ تعالوا يا اولاد نشوف كده سؤال زي ده. وانا هقول اول واحد، بدل ما في اسئله كده بتبقى عايزه ولد فنان وعنده لمحه ابداعيه كده زي اللي عملها احمد شفيق دلوقتي، ان هو لاحظ ملحوظه تسهل علينا الاداء. لما كنا بنعمل ملتيبليكيشن اللي هو 125 باي 24، فهو عمل سبليت ل 24 خلاها 8 باي 3. طالب اللماح اللي عينه بتسبق ايديه بيوفر وقت كبير جدا في الاجابه وبيطلع نتيجه ادق بشكل ايه؟ اسرع واسهل. يعني الطالب الغشيم، الطالب الغشيم بقى ايه؟ هو الطالب الغشيم اللي هو متبرمج عامل زي الانسان الالي او الروبوت، اللي هو يعمل ايه؟ يطلع يحسب دي بره يطلع يعمل ايه يا ولاد؟ يطلع يحسب دي بره، يطلع يحسب ده بره، يقول له 1235 باي 25.
طبعا هتبقى نفس الارقام الناحيه الثانيه. الطالب اللي يطلع يحسبها وبعدين يكتب الانسر وبعدين برضه يحسب هنا وبعدين يعمل كومباريزون. الطالب اللماح، الطالب اللماح الذكي هيلاحظ ايه؟ هيلاحظ ايه؟ ان انا عندي هنا 2 ديسيمال وهنا 1 ديسيمال، يبقى هيبقى عندي 3 ديسيمال. هنا عندي 2 وهنا عندي 2، هنا هيبقى عندي 4 ديسيمال. طب ما هو نفس الارقام اللي انت هتحسبها هنا اللي هي 1235 بعد ما نعمل نيجليكت للديسيمال بوينت، 1235 مالتيبلايد باي 25، هنا برضه 1235 مالتيبلايد باي 25. يعني طالما نفس النمبرز يعني هيطلع نفس البرودكت، هيطلع نفس الايه؟ البرودكت. عايزكم تتخيلوا معايا.